هل صحيح أن هناك كان يفضل علي رضي الله عن الشيخين كما نقل ابن عبد البر عن الطفيل بن عمرو؟ هناك من كان سقطت من؟ قد يكون، ليش لا؟ قد يكون هناك من يرى أن معاذ بن جبل مثلا أفضل من علي بن أبي طالب، أو علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر، أو عمر أفضل من أبي بكر، أو زيد بن ثابت أفضل من عثمان. يعني قد يكون في أفراد هكذا، لكن الذي تقرر عند أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، وهؤلاء العشرة أفضلهم الأربعة الخلفاء، وتفضيلهم على ترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والمسألة إن شاء الله تعالى سهلة، لكن الصحيح بعد استقرار قول أهل السنة والجماعة على هذا الأمر لا يجوز لأحد أن يفضل على أبي بكر وعمر أحدا من الصحابة رضي الله عنهم. وإذا قال أهل العلم من فضل أحدا من الصحابة على أبي بكر وعمر فإنه ضال، يقول لأن هذا خلاف هدي النبي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال من رجال، قال أبو، قال ثم من، قال عمر صلى الله عليه وسلم، وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أبا بكر وعمر، أو أبي بكر وعمر تصح في هذه الوجهات. فالأصل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل أبي بكر وعمر على غيرهما من الصحابة رضي الله عنه، فلا يجوز تفضيل أحد من الصحابة على أبي بكر وعمر، وأبو بكر أفضل من عمر. أما علي وعثمان فأهل العلم على ثلاثة أقوال. القول المشهور عند أهل السنة أن عثمان أفضل من علي، وهذا عليه جماهير أهل السنة. والقول الثاني أن عليا أفضل. القول الثالث التوقف في هذه المسألة، ولا يضللون من فضل عليا على عثمان، وإنما يبدعون ويضللون من قال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان، أو أولى بالخلافة من عمر، أو أولى بالخلافة من أبي بكر، وهم متصافون متحابون، واللي بعدهم هم الذين اختلفوا، لكن هم بينهم لم يكن بينهم أي خلاف في هذا الأمر.